السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في يوم جديد، يوم مختلف، يوم كله إشراقة وأمل وتفاؤل وكل حاجة حلوة. بصوا بقى، حلقة النهاردة كانت حاجة وعلى آخر لحظة خليناها حاجة تانية خالص. طبعا انتوا عارفين وعارفين امبارح ان النهارده جاي معانا الزغلوله، وعايزه اقول لكم ان الزغلوله اتاخرت علينا، فاحنا عملنا ايه بقى؟ عملنا حاجه حلوه بصراحه، غصب عنها اسكندريه بقى وكده، فهي جايه طبعا يا جماعه، فالزغلوله هتكون معانا في الفقره الثانيه. طبعا الزغلوله بما انها اسكندرانيه كانت مصممه تعمل معانا سجق على طريقتها الخاصه، عشان هم بقى بيقولوا سجق اسكندراني ومش عارفه ايه وكده. اطلع لكم الفقره دي بايدي فاضيه؟ لا طبعا، طلع لكم النهارده باحلى عصير هتعمليه لاولادك في اللانش بوكس. عايزه اقول لك ان علبه العصير دلوقتي في مكان بتتباع ب 15 جنيه وقد كده كوبايه فعلا، واقل من كوبايه كمان، في مكان تاني بتتباع ب 10 جنيه مواد حافظه، يعني مش هتكون حلوه ابدا زي اللي هتعمليها في ايدك. يا ساره يعني انا مش كفايه هعمل سندوتشات كمان هعمل عصير؟ عايزه اقول لك هتعمليه في دقيقه، وهوريكي دلوقتي ان احنا هنعمل احلى عصير الولاد ياخدوه معاهم المدرسه. عايزه اقول لك هنعمل فانيليا وهنعمل كمان شوكولاته، الميكس اللي بنشتريه من بره، بس مش هقول لك طبعا اسم الشركه، الميكس، ميكس الشوكولاته وميكس الفانيليا، هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. بس بما اني بقى عشان ما اطلعش لوحدي هيكون معايا كمان ضيفه الفقره الاولى، استاذه دينا حسن خبيره التغذيه العلاجيه. حسن اهلا. اهلا بيكي يا شيخه. عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار كله حلو الحمد كويسة؟ لله. كويسه؟ اه الحمد لله. فهتكون معايا واحنا بنعمل بقى عصير ميكس زي ما قلت لكم، فانيليا حليب وكمان شوكولاته حليب، هنعمله بطريقه سهله جدا، وهتكون مشرفانا ومنورانا وتقول لنا بقى ده صحي للولاد. طب ايه الطريقه الصحيه ليه؟ يعني انا كساره ولادي اساسي لازم يشتروه، ولاد ساره لازم اهم حاجه عندهم ميكس. عايزه اقول لك ان هم بيحبوه فانيليا وبيحبوه موز وبيحبوه فراوله. لو طريقه النهارده جربتوها وعجبتكم، انا واثقه انها تعجبكم، هعمل لكم كل الاطعمه، هعمل لكم حلقه مخصوص هنعمل الموز وكمان الفراوله وكمان الكراميل، لان فيه هو خمس اطعم، وفي كمان على فكره بالتمر، والتمر مفيد جدا. طيب عشان نعمل بقى ميكس الحليب وميكس الفانيليا هنحتاج الى التالي، يلا بينا نشوف المقادير وهنروح على طول على طريقه التحضير. اول حاجه هنحتاج حليب، كاكاو، عسل او سكر، وصوص شوكولاته، ده علشان نعمل اللي بالشوكولاته. بالنسبه بقى للي بالفانيليا هنحتاج حليب وفانيليا وكريم شانتيه بالفانيليا وبس كده. عايزه اقول لك مقادير صغيره خالص. عامله ايه يا استاذه هند؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو. بصي انا عايزه اقول لك ان انا هعمل لهم الكلام ده هينفع في الخلاط وهينفع بايدين. بتحبي ميكس الشوكولاته؟ مين ما بيحبوش؟ انا عندي ابني بيموت فيه. بيموت فيه. بيموت فيه ومضيعين عليه فلوسنا. لا وقفناه بقى خلاص، هو دقه كده ادمنه، فاحنا بنحاول ان احنا نوقفه طبعا، لان هو صعب، سكر عالي جدا بس هو مغري، يعني هو الاطفال مغري جدا. طعمه حلو قوي. بس في بدائل صحيه كتير. في بدائل صحيه. انت غصب عنك احيانا ما بتعرفيش تكنترولي الموضوع ده بره البيت، لو بتقي مثلا مع ناس او في اطفال جنبه بيشربوا حاجه زي كده، فاحنا بنحاول ان احنا نعوضه بحاجات صحيه اكتر. طب انا كمان عايزاكي تقولي لي، واحنا بنحضر الحاجات الحلوه دي، معظم الولاد يعني في ولاد تلاقيهم اول ما تيجي الدراسه يخسوا في الوزن وينزلوا من المروح والمجيجي وكده، يعني انا عندي ولادي مثلا المدرسه عندهم بتخلص 4 الا ربع، يعني بيكون في البيت الساعه 4. في ولاد تانيين تلاقيهم بيتخنوا بسبب الكانزي والمارشميلو والحاجات والصودا والحاجات المسكره جدا والحاجات الفرايد الجاهزه المقليه اللي بتتحط في اللانش بوكس، برده دي بتزود الوزن كتير جدا. انا مش هنقول ان اهالي بتستسهل، بس هم الولاد بيحبوا الكلام ده وبيطلبوه دايما في اللانش بوكس، يقول لك انا عايز حاجه مقليه، احنا مش هقول اسماء طبعا، بس ستريبس، ناجتس، ساندويتش برجر، فالحاجات دي كلها معظمها ما بتبقاش صحيه وبتزود في الوزن جدا. طيب انا عايزاكي تقولي لي بقى دلوقتي، انا عارفه ان احنا طبعا الكورس اللي بنقدمه بيكون مفيد جدا وبيساعد على الحرق ويسد الشهيه والكلام ده كله، واحنا نرشح دلوقتي الكلام ده كله. طب سؤال بقى، هل الكورس ده مناسب للاطفال؟ الكورس بتاعي مناسب من اول سن 12 سنه فيما فوق، لحد يعني اعمار لحد 60 و70 سنه مفيش مشكله. وامن جدا ومرخص من وزاره الصحه بختم النسر، ان هو منتجاته امنه من غير كيميكلز، كلها مكونات طبيعيه، اعشاب وفواكه وحاجات طبيعيه جدا. حلو قوي الكلام ده. ايه رايك بقى دلوقتي نبدا في عمايل ميكس؟ ايه رايكم ابدا لكم الاول بالشوكولاته ولا الفانيليا؟ انا عايزه الطريقه، انا مش بعرف اعمل ده بالظبط، يعني عايزه الطريقه. عايزه اعرف الطريقه بالظبط، بنعمل حاجات بسيطه شبهه كده بس ما بتطلعش نفس الطعم. حلو ده. طيب بتقولي لي ايه؟ طب دلوقتي بتقولي وانا كمان عايز طريقه اخس بيها. تاخد معانا الكورس بتاعنا. إيه؟ تاخد معانا الكورس بتاعنا، بيجيب من الاخر على طول، بيجيب من الاخر. من الاخر. طيب ايه رايك يعني قولي لي برضو نبدا الاول شوكولاته ولا فانيليا؟ قولي لي انت عايزه ايه الاول. انا بحب الفانيليا. الفانيليا. طب هقول لك بقى على الطريقه. بصي يا ستي، اول حاجه هنحتاج كوبايه من الحليب. بصوا بقى عشان انا عايزه اعاير صح. طب خلينا نحط كده، بسم الله، تمام كده.
تمام كده. هنضيف عليه رشة فانيليا. احنا دلوقتي يا جماعة هنعمل ميكس الحليب الغالي جدا جدا بره، وانا مش عارفة ليه. هي كوباية لبن، كوباية لبن يا مؤمنين. لا ومشكلته كمان اهم حاجة عشان نعمل ميكس الحليب ان الحليب معانا يكون مبستر ويكون قليل الدسم. هي سارة تكمل الدسم وبخيره كده عشان ولاد؟ لا، يكون مبستر وقليل الدسم. يعني يا سارة ما ينفعش الجاموسي؟ لا، الولاد لما يجوا يشربوا اللبن الجاموسي او اللبن البقري يقول لك ماما ده مش طعم اللي بتشربه بره، وتقفليهم منه خالص. لازم يكون لبن مبستر، لبن مصانع يعني ايا كان الشركه اللي بتحبيها، ويكون قليل الدسم. حطي 100 خط تحت اهم حاجه في نكاحه. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقى هنا بقى تقدري تتحكمي. هتضيفي عسل نحل، عايزه اقول لك الطعم بيكون عالمي، معلقه صغيره، او هتضيفي سكر. انا لولادي بضيف عسل نحل، شفتي؟ طيب هنضيف ايه كمان؟ نجيب معلقه، وهنضيف كمان معلقه كبيره من بودره الكريم شانتيه كمان اهو. ايه رايك بقى في المقادير؟ هي تقريبا بودره الكريم شانتيه دي هي اللي فيها السر كله. تعرفي ان احنا كده خلاص عملنا ميكس الفانيليا؟ احنا كده خلصنا. هنضرب بقى الكلام ده، وكده عملنا اول حاجه معانا، وهي ميكس الفانيليا الغالي جدا بره ب 15 جنيه الكوبايه. وانت شايفه مكوناتها. عايزه اقول لك هتحطيها بقى لولادك، بيبقى فيه كده ازايز صغيره، وتكون طبعا بلاستيك، وبلاستيك صحي، لان لو ازاز هتيجي متدغدغه، فتكون بلاستيك صحي وتديها للولاد، اوفر احسن، قيمه غذائيه عاليه جدا. يلا بينا. سارة انت عملتي ايه؟ ضربت 3 ضربات، 3 ضربات وبس. ليه يا سارة؟ عشان الكريم شانتيه ما يعمليش طبقة ويتحول معايا الفوم، والولاد يلاقوا الكوباية كلها عبارة عن فوم. عايزة اقولك ان احنا كده خلصنا. طيب قولي لي بقى دلوقتي اهو الميكس اللي الولاد بيموتوا فيه، اتفضلي. ايه رايك في السهولة؟ مش قلتلك دقيقة دقيقة ولا مش دقيقة؟ أهو. انا لما كنت بحط العسل تقريبا، هي كريم شانتيه هي اللي بتكسر طعم العسل شويه، ان هم بيميزوه الاطفال، بيفرقوا ما بين العسل والسكر، بيميزوه مش بيحبوه. لكن رشه الفانيليا البسيطه مع الكريم شانتيه، او تقدري كمان تستبدلي الكريم شانتيه بايس كريم. عارفين الايس كريم البودر؟ الفانيليا بيدي لك نفس الطريقه، ايس كريم البودر. طب قولي لي بقى دلوقتي رحمه، عشان نخلينا صراحه مع بعض، قالت لي انا عايزه اخس. هي جديده معانا، احنا معانا رحمه طبعا كلهم عارفينها، بقى لها معانا سنه وشويه، وجالنا كمان رحمه، البرنامج كله بقى. فدلوقتي احنا رحمه عايزه تنزل معانا في الوزن، وبتقول لك قولي لي اعمل ايه. انا كل ما اشوفها يعني الاقيها ماسكه شيبسي، ماسكه مش عارفه ايه، سناكس كده، خربت الدنيا، كارثه. قولي لها بقى رحمه تعمل ايه. احنا الاول هنشوف وزن رحمه قد ايه، وهي عايزه تنزل قد ايه كيلوهات، وعلى اساس ده هتنزل 120 140. بتقول لك وزنها 85 كيلو. 85 هي بتكام؟ عايزه تنزل حوالي 25 كيلو عشان تبقى 60. أيوة. يعني على حسب طولها برضو، بس وهنتكلم في وزن طول البنات عموما، بنتكلم في حوالي 25 كيلو. حلو ده. فهي تاخد معانا كورس 3 شهور. تبتدي معانا الكورس بالتزام، بتاخد عندي حبايه واين سلام. دي بتسد الشهيه من 6 لـ 8 ساعات. ومعايا برضو الوان فات دي. أيوة. بتعمل على زياده معدل الحرق في الجسم بصوره كبيره جدا. ايوه. وبتحسن عمليه التمثيل الغذائي في الجسم. ومعايا برضو الوان بيرفكت دي بتساعدني على التثبيت، بس دي في المرحله اللي هي بعد ما تنزل بقى الوزن بتاعها في خلال الثلاث شهور. حلو قوي ده. يعني حضرتك شايفه ان ده يناسبها؟ ده احنا معانا دلوقتي تليفون، نقول الو. ازي حضرتك؟ يا مروه ازيك؟ الحمد لله تمام، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بس كنت داخله مع حضرتك مداخله، بس كنت عايزه اسال عن حاجه ليها علاقه بابني لو سمحتي. بايه؟ معلش مش سامعه. ليها علاقه بابني. اتفضلي. انا ابني عنده 13 سنه تمام، ومع دخول المدارس بتبدا حالته النفسيه تبقى مش كويسه خالص. بقالي سنتين بعاني معاه من مشكله زياده الوزن. حاولت انزله جيم، وحاولت اعمل له دايت، وحاولت امنع سكريات، بس هو مش قادر يعمل ده، وانا بيصعب عليا. وفي نفس الوقت انا مش عارفه ان انا اديله حاجه ليها علاقه بالكيميكالز وكده، عشان انا قلقانه عشان هو صغير لسه. فحضرتك لما اتكلمتي، دايما انا متابعه شيف ساره، فحضرتك قلتي ان الكورس مصرح، فانا بس عايزه اطمن، يعني هو المفروض ان هو ينزل حوالي 20 كيلو. بصي انا مش اكتر حاجه بتتعب الامهات في نزول وزن الاطفال الحرمان. احنا كبار اصلا عشان نعمل كنترول على نفسنا بيبقى الموضوع صعب، فما بالك طفل انت بتحرميه من احلى حاجه بالنسبه له في يومه، ان هو ياكل حاجه حلوه، ان هو ياكل حاجه نفسه فيها، تعملي له نظام، تعملي له روتين في الاكل، فبيبقى الموضوع نفسي عليهم صعب جدا، اصعب كمان من الكبار.
فاحنا الكورس بتاعنا اوريدي هو مصرح من اول سن 12 سنه، ومكوناته زي ما قلت من شويه هي كلها مكونات طبيعيه، ما فيهاش اي كيميكلز خالص، ما بتاثرش على اي حاجه من وظائف الجسم، ما بتاثرش تماما على النفسيه، ما بتاثرش على، ما بتعملش بقى المشاكل اللي بنسمع عنها اللي هي مشاكل ضربات القلب، مشاكل النفسيه، بتلعب في حاجات في المخ شويه، مفيش الكلام ده، انت كانك بتديله حاجات طبيعيه، مكونات كلها طبيعيه، خلاصه الاناناس، القهوه الخضراء، التفاح، كل المكونات الطبيعيه اللي بتشتغل على سد الشهيه وزياده معدل الحرق، هي دي المكونات اللي موجوده عندي في الكورس بتاعي. فده انت ما تقلقيش منه خالص، وكمان احنا عاملين عليه خصومات حلوه قوي. اه طبعا اطمني، واحنا مع بعض والدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله. وطبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه وامن وفعال جدا جدا جدا، ودايما معانا عروض ودايما معانا خصومات. طب ايه رايك بقى تقولي لها وتقولي الرحمه معايا برضو على العروض والخصومات بتاعتنا يعني. تمام، عندي يعني عرض شهرين، ده بيبقى بخصم 40%، بيكون وان سليم وان فات، حبايه وان سليم دي اللي هي العبوه البيضاء، وحبايه وان فات اوكي، ومعاهم كريم فيتامين دي هديه، ده علشان يحسن صحه الجلد والشعر والضوافر اثناء عمليه التخسيس واثناء نزول الوزن، لان ناس كتير قوي بتتاثر، طبعا كلنا بنتاثر لما نيجي ننزل في الوزن، المعادن اللي في الجسم بتقل، فده بيعوض لي المعادن اللي موجوده في الجسم اللي هي بنفقدها اثناء الوزن. وبيكون معانا كريم شديد الترهلات، طبعا لو سواء او طفل او زي استاذه رحمه كده لما يكون في وزن زياده قوي لما بنيجي ننزله مره واحده الجلد ممكن يتاثر، فكريم شديد الترهلات ده عشان يشد لي الترهلات اللي موجوده في الجسم. اوكي، في عندي برضو عرض الثلاث شهور، اوكي موجود عندي عبوه الوان سليم برضو، والوان فيت بناخد منها اثنين اوكي، والوان بيرفكت اللي هي بتاعه التسبيب بقى، دي اللي كنا بنتكلم عليها الاستاذه رحمه من شويه، ان احنا ممكن نخس الوزن بتاعنا عادي جدا، وبعد ما بنخس بنثبته بالوان بيرفكت، دي بتساعد ان انا بتزود برضو معدل الحرق في الجسم، وبتساعدك ان انت تحافظي على الوزن اللي انت وصلتي له، ودي بتكون بخصم 50%، ومعاهم برضو كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. اوكي، في بقى الكورس الاخير عندي اللي هو المكثف بتاعنا بقى، ده بيبقى عبوتين، عبوه وان سليم وعبوتين وان فيت والوان بيرفكت وكريم شد الترهلات والفيتامين دي، والخصم بتاعنا والتوصيل ومتابعه مجانا، طبعا احنا عندنا فريق طبي بيتابع معاكي في اي وقت عن طريق الواتساب او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك او ارقام التليفونات، في اي وقت هتتصلي عندك مشكله، بتواجهي اي حاجه في الكورس، لخبطتي في الانواع، لخبطتي في الجرعات، كل حاجه بيظبطوها معاكي اول باول، مفيش اي مشكله خالص. حلو قوي الكلام ده، تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه، ميكس الشوكولاته. بصوا بقى هنعمل ايه، هناخد اول حاجه ميه دافيه بسيطه خالص، انا هعمل لك ده بقى من غير خلاط كمان، يلا بينا على ميكس الشوكولاته بفلوس قد كده. بصي اهو دي ميه دافيه، تعملي يا ساره بالميه دافيه، الميه دافيه مش سخنه ومش مغليه، هجيب معايا اهو كاكاو محلى او غير محلى زي ما تحبي، ناخد معلقه كبيره، معلقه كبيره مليانه، هنا بقى برضو زي ما تحبي، حبه تحلي الكلام ده بعسل او لا، خطوات بسيطه خالص. اول حاجه هندوب الكاكاو كده في الميه الدافيه. طيب لو انت هتستخدمي سكر هتنزلي بالسكر مع الكاكاو، لان الميه الدافيه بتساعد ان الكاكاو يدوب بسرعه جدا، وكمان بتساعد ان السكر يدوب بسرعه جدا. معاكي السكر ومعاكي العسل زي ما تحبي، حبه سكر حبه عسل زي ما تحبي. بصي بقى هنا هنقلب تاني كده دب دب بسرعه خالص، هننزل بقى ايه بالعسل النحل، وزي ما قلت لك معلقه صغيره. ميزه بقى يا جماعه الكاكاو انه قوي لدرجه انه بيعمل ايه، هيخلي طعم العسل النحل اللي الولاد مش بيحبوه او مش متعودين عليه هيروح تماما بمنتهى السرعه. ثواني كده اشيل المعلقه دي، وفي نفس الوقت انت خدتي القيمه الغذائيه بتاعت عسل النحل. بصي هنقلب تاني كده كويس قوي، انا عايزه العسل يدوب ما يبقاش معايا متكتل، وبعدين هننزل بصي في نفس الكوبايه اهو بالحليب وقلبي، هتلاقي نفسك عملتي احلى ميكس بيتباع بره برقم وقدره، لا انت عملتيه لي والولاد في البيت بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين قلت لكم هتعملوا للولاد احلى عصير تحطيه في اللانش بوكس بتاعهم بمنتهى البساطه. طيب يا ساره يعني انت عايز تقولي ان الكوبايه دي اللي مش هتكلفنا تقريبا، عايز اقول لك كوبايه اللبن دي تقريبا عامله كام؟ هنقول مثلا 5 جنيه 7 جنيه تقريبا، دي اقل من ربع كيلو لبن. شوفي بقى العلبه الصغيره اللي 200 جرام بتجيلك من بره بكام؟ وما فيهاش الصحه دي، ما فيهاش الخير ده، ما فيهاش الفوائد دي، نفس اللي بقدمه لك دايما معايا هنا في مطبخ البلد، بقدم لك كورس بينزلك في الوزن ويخليكي توصلي للوزن اللي انت عايزاه، و
وموضوع بسيط خالص ومقادير بسيطة. لا معلش يا جماعة بس اختلط علي الأمر، زي ما قلت لك عصير الميكس عملناه بمقادير بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا، عملنا مع بعض أحلى ميكس شوكولاتة برضه يخليكي تنزلي في الوزن النزول اللي أنت عايزاه بموضوع بسيط جدا. إزاي يا سارة؟ الكورس بتاعنا يا جماعة زي ما أنتم عارفين هو كورس مصرح من وزارة الصحة، دايما فيه عروض ودايما فيه خصومات. دلوقتي أستاذة دينا هتقول لنا العروض والخصومات. تمام، إحنا عندنا أكتر من عرض. اوكي، اول عرض معايا عرض الشهرين ده عليه خصم 40% مكون من حبايه وان سليم وحبايه وان فيت ومعاها فيتامين دي وكريم شد الترهلات هديه. اوكي، العرض الثاني عرض الثلاث شهور بيبقى برده وان سليم وان فيت وبنزود عليهم الوان بيرفكت. اوكي، وبيكون معايا كريم شد الترهلات برده وفيتامين دي لشد البشره وصحه الشعر والضوافر، ده برده بيكون هديه ومتابعه والشحن مجانا لحد باب البيت. الكورس المكثف بقى معايا هو هو نفس المكونات اللي معايا بس بنزود عليهم كمان عبوه زياده وان فيت. اوكي، يعني وان سلام واثنين وان فيت، واحده وان بيرفكت وكريم شد الترهلات وفيتامين دي معانا كمان هديه، وده عليه خصم 60% والشحن ومتابعه مع فريق الطب بتاعنا كله مجانا وفي اي وقت، والتوصيل بيكون لحد باب البيت. ايه رايكم بقى؟ في احسن من كده؟ معانا ايه تاني؟ معانا ايه تاني؟ معانا ايه تاني؟ معانا ان كورس كل كورس معانا وكل عرض معانا عليه هديه. يعني ايه يا ساره؟ يعني سواء كان اخدتي عرض الشهرين، اخدتي عرض الثلاث شهور، اخدتي كورس المكثف، اخدتي كورس الصحاب، كل عرض من دول معاه الكريم يا جماعه هديه مننا. ممكن تمسكي لي الكريم كده الكريم ده الكريم الهديه ده كريم شد الترهلات هديه. اوكي، ده هديه، ده بيجي هديه مع الكورس بتاعي في اي مجموعه بناخدها على حسب العرض، وبرده كريم وفيتامين دي لصحه البشره والشعر والضوافر. الفيتامين ده انت هتخلصي تخسيس من هنا وهتلاقي نفسك ما شاء الله بقى في اشراقه وفي نضاره وفي صحه وحاجه بقى ما اقولكيش، بسم الله ما شاء الله. يعني يا ساره مع كل كورس فيه الهديتين دول؟ طبعا فيه الهديتين دول. في ايه تاني؟ التوصيل مجاني، مش هتدفعي ولا مليم فوق ثمن الكورس. في تاني يا ساره؟ المتابعه مجانيه. هو انت فاكره احنا بنقول لك اتفضلي كده خدي الكورس وخلاص مع السلامه سيسون؟ لا طبعا، انت دلوقتي بتاخدي الكورس من هنا وبيتم معاكي المتابعه، والمتابعه دي بنشوفها في الحالات، بتبعت لنا صورتها كانت قبل ايه وبقت بعد ايه، وبتشوفوها كمان في الريفيوهات ازاي الناس خست معانا ما شاء الله. يعني ايه متابعه؟ يعني معاكي اخصائي خبير دكتور علشان يرد على كل استفساراتك ويشوفك محتاجه تنزلي قد ايه في الوزن. يعني يا ساره اخد انهي كورس؟ ولا معرفش، انت بتقولي في للاخصائي اللي معاكي او الخبير اللي معاكي او الدكتور اللي معاكي، انا دلوقتي عايزه انزل في الوزن، وزنك قد ايه؟ طولك قد ايه؟ حالتك الصحيه ايه؟ وهنا بيتحدد لك عدم الكورس. يلا معانا تليفون ونقول الو. انا معايا تليفون. الو الو. بالراحه معاها تليفون. الو الو. اهلا أهلو. اهلا اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام الحمد لله. قولي لي كده، منورانا. خسيت الحمد لله تمام، يعني عن الاول ما شاء الله. حلو ده، خسيتي قد ايه؟ 12 12 كيلو في قد ايه وقت؟ شهر ونص. لا حلو ده. طب قولي لي بقى، كنتي حارمه نفسك من حاجه؟ بصراحه لا، باكل كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه ما شاء الله. بتلعبي رياضه؟ لا ما شاء الله ولا كنت. بس انا بنزل الشغل بتاعي. بتنزلي الشغل؟ اه. طب سؤال صغير، حضرتك اخدتي كورس ايه؟ الثلاثة في واحد كله. قصدها الكورس المكثف؟ مكثف. صح؟ ايوه. طب عايز اساليها اي سؤال؟ عايزه بس اعرف حضرتك يعني عانيتي من اي حاجه اثناء نزول الوزن؟ يعني كان بيجي لك مثلا ضربات قلب، بيجي لك وجع في بطنك شويه، اي اعراض ظهرت لك غريبه وانت بتاخدي كورس؟ لا مفيش اي حاجه تمام. طب وفرق اكتر حاجه فرقت معاكي ايه بقى لما نزلتي ال 12 كيلو؟ لا خسيت برضه، جسمي بقى احسن وبيت خفيفه مش زي الاول. حسيتي ان حركتك وانت رايحه الشغل وراجع احسن؟ المشوار مش صعب عليكي، النزول الحركه بالظبط كده تمام. وكان في مشاكل في التنفس اثناء النوم؟ لا لا. طب الحمد لله. حلو قوي الكلام ده ومبروك قوي الكلام ده، برافو يا حبيبتي. لسه عايزه تنزلي تاني في الوزن ولا كده خلاص وصلتي للي انت عاوزاه؟ لا هكمل تاني، انا لسه ما كملتش. هو ثلاث شهور عندي. حضرتك اخدتي كورس يعني يكفيكي ثلاث شهور، فحضرتك دلوقتي بقالك قد ايه؟ بقالي شهر ونص. ما شاء الله لسه شهر ونص كمان. ونزلنا 12 كيلو. مبسوطه؟ طبعا اكيد. يا رب دايما مبسوطه. عايزين نسالها دايما بس على حاجه. اتفضلي اساليها. الفريق الطبي كان عامل ايه مع حضرتك اثناء نزول الوزن في فتره الشهر ونص اللي فاتوا؟ كان متابعني. يعني اي حاجه كنت بتحتاجيها كانوا بيكلموكي اول باول وبيرشدوكي للي انت عايزاه بالظبط؟ بالظبط، كنت برن عليهم بردوا عليا. تمام. طب كنت عايزه اسال حضرتك، نزلتي قد ايه في اول اسبوع؟ اول اسبوع 4 كيلو. ما شاء الله حلو قوي. مبروك وان شاء الله قبل ما تكملي وتوصلي الوزن اللي انت نفسك فيه ان شاء الله. يا رب يا
اهلا وسهلا. حلو قوي الكلام ده، يا رب دايما مبسوطه، ويا رب دايما كل اللي اخذ الكورس من عندنا مبسوط. بصوا يا جماعه، انا اكتر حاجه حببتني في الكورس ده المكالمات، وعايزه اقول لكم ان انا بنفسي كل فتره كل فتره بروح الشركه وبشوف بنفسي فيدباك الناس. بتعرفي الفيدباك ده ازاي يا ساره؟ هقول لك دلوقتي، بس بعد ما ناخد صور الحالات اللي خست بالكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا محقق نتائج اكتر من هايله داخل مصر وخارج مصر كمان. عايزه اقول لكم الفتره اللي فاتت دي انتوا عارفين كانت فتره اجازه. الكورس بتاعنا كل ما حد يجي مسافر انا عايزه الكورس انا عايزه الكورس. ليه بقى؟ يعني الاول كان الناس يقول لك ايه، هتيجي وانت جايه حمام، يعني لما تكون مثلا واحده عايشه في الكويت في السعوديه في اي بلد بحرين وصاحبتها مسافره او اختها او قريبتها، اجيب لك ايه وانا جايه حبيبتي؟ هتيجي حمام. لا انا عايزه منج دلوقتي، انا عايزه كورس مطبخ البلد، انا عايزه كورس مطبخ البلد. فما شاء الله الكورس بتاعنا لما ركب الطياره وسافر حقق نتائج بره عالميه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وعايزه اقول لكم اهم حاجه في الكورس بتاعنا طبعا، وزي ما قلنا وهنقول وبنقول، انه مصرح من وزاره الصحه الكورس بتاعنا امن 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 وفعال. طب يا ساره انا عايز اطلب الكورس دلوقتي اعمل ايه؟ هنسال عن طريق ارقام موجوده على شاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. هنطلب الكورس وهيجي لنا لحد باب البيت مجانا، الشحن مجاني والمتابعه مجانيه. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. طب يا ساره الكورس بتاعك بقى اللي انت بتتكلمي عنه ده، الكورس ده هتلاقيه غالي جدا وانا ظروفي مش قد كده. عايزه اقول لك اطلاقا، انت معاكي عرض الشهرين 40%، معاكي عرض الثلاث شهور 50%، معاكي الكورس المكثف حبيب قلبي وخصمه 60%، وفي بقى دلوقتي اللي بقى عز عليا منه. ليه بقى؟ لانه عرضه 70%. ايه يا ساره الكورس ده؟ هو اسمه كورس الصحاب. دلوقتي انا هخلي استاذه دينا تعيد لنا تاني كده الكورسات. يعني مثلا يا استاذه دينا، انا دلوقتي واحده عايزه اخس في الوزن 20 كيلو، أوكي. تنصحيني اني اخد كورس الشهرين؟ انا كساره انسحب الكورس المكثف حقيقه الامر يعني. طيب ممكن بقى تشرحي لي كورس الشهرين مكوناته ايه وعباره عن ايه؟ تمام، كورس الشهرين عندي بيكون عبوه 1 سليم، تمام اوكي، ومعاها عبوه 1 فات. حلو ده اوكي. دي بتعمل على سد الشهيه بنسبه كبيره جدا من 6 ل 8 ساعات. فيها قشور السيليوم، دي بتنزل في المعده يعني بتزيد في الحجم في المعده، فبتعمل امتلاء للمعده، فبتخلينا ان احنا عندنا احساس بالشبع معظم الوقت، وبتخلينا مش محتاجين ان احنا ناكل بكميات كبيره. عشان كده كل العملاء بتوعنا بيقولوا لك ايه، انا كنت باكل كل حاجه وبخس بس بكميات قليله. ايوه ده دور الوان سلام اوكي. الوان فيت معايا هنا دي بتزود الحرق في الجسم 4 أضعاف الحرق الطبيعي، وبتحسن عمليه التمثيل الغذائي والاخراج، فبتسد شهيتك برضو في نفس الوقت، وبتعلي لك الحرق في جسمك، وبتفتت الدهون العنيده الموضعيه اللي موجوده في اماكن معينه في جسم كل شخص اوكي. دول بيجوا معاهم كريم شد الترهلات هديه عشان صحه الجلد، برضو الجلد يبقى مشدود ما يبقاش فيه اي اثار جانبيه لنزول الوزن ده كله. وبيكون معايا فيتامين دي هديه، ده علشان تعويض للمعادن والحاجات العناصر الغذائيه اللي بتنزل معايا اثناء عمليه نزول الوزن. ايوه تفتكري ان هم علبتين فقط؟ لا ده انا عايزه اقول لك ايه، انت جاي لك في عرض الشهرين العلبتين دول بس كده؟ لا طبعا، معاكي الكريم هديه، معاكي الفيتامين هديه، معاكي المتابعه هديه، معاكي التوصيل مجاني، كل ده يا ساره. وعايزه اقول لك ان في كمان خصم 40%، تخيلي كل ده. عايزه اقول لك ان ثمن الكورس بتاعنا، يعني مثلا انت عايزه تخسي دلوقتي سي 20 كيلو، طب يا ساره انا بقى هروح اشتري بلوزتين علشان بلوزاتي مش داخله فيا؟ لا، انت اشتري الكورس ولما تنزلي في الوزن هتلبسي كل بلوزاتك اللي مش داخله فيكي. طيب انا دلوقتي واحده عايزه اخس 30 كيلو، تنصحيني بايه؟ احنا عندنا عرض الثلاث شهور او كورس المكثف. الثلاث شهور برضو بيكون حبايه 1 سليم، أيوة. معاها الوان فات اللي هي العبوه البيضاء والعبوه الحمراء دي، بيكون معانا الوان بيرفكت. الوان بيرفكت دي دورها ان هي بتساعد على تثبيت الوزن بعد نزول الوزن. اوكي حلو جدا. ومعانا برضو زي ما قلنا في الكورس اللي قبليه كريم شد الترهلات هديه، ومعانا فيتامين دي هديه، والشحن طبعا والمتابعه مجانا لحد باب البيت الشحن، ومتابعه مع الفريق الطبي. عندي بقى الكورس المكثف ده بيكون عليه خصم زي ما قلنا 50%. الكورس المكثف بيكون برضو الوان سليم، بس المره دي معانا 2 وان فات اللي هي العبوه الحمراء منها 2، ومعايا الوان بيرفكت وكريم شد الترهلات لصحه الجلد وفيتامين دي لتعويض العناصر الغذائيه، والمتابعه مع الفريق الطبي بتاعنا، والشحن لحد باب البيت مجانا. حلو قوي الكلام ده. طب انا دلوقتي بقى واحده يعني ايه شايفه ساره سمير منحازه جدا جدا للكورس المكثف، وانا عايزه اخد الكورس المكثف. بس انا هقول لك بقى الكورس المكثف انا بحبه. الكورس المكثف ده لو انت عايزه تنزلي 15 كيلو فيما فوق في اسرع وقت، يعني مثلا معاكي معكيش وقت، عندك فرحك قريب، عندك مناسبه قريبه، عندك اي حاجه بالنسبه لك مناسبه فانت عايزه تنزلي فيها في الوزن، تلبسي حاجه يعني مناسبه ليك، فانا كساره بنصح بالكورس المكثف. ليه بقى يا ساره؟ طب ايه الفرق بين الكورس المكثف وكورس الشهرين؟ الكورس المكثف الفرق بينه وبين كورس الشهرين وكورس الثلاث شهور كمان يا جماعه، ان كورس الشهرين او الثلاث شهور سيان النهارده هياخد الكبسوله البيضاء
تاني يوم هياخد الكبسولة الحمراء، تالت يوم الكبسولة البيضاء، رابع يوم الكبسولة الحمراء. لكن القرص المكثف هو اسم مكثف، هو ابن الذين ما شاء الله عليه بيكثف معاكي حرق الدهون، بيكثف معاكي سد الشهية فظيع، محرقة. بيعمل ايه بقى؟ القرص المكثف بيخليكي تاخدي كبسولة البيضاء قبل الفطار بنص ساعة، وقبل الغداء بنص ساعة الكبسولة الحمراء، فبالتالي بيعمل معاكي عايزة اقول لكم الافكت بتاعه بيكون اقوى، وتلاقي نفسك بقى نزلتي في الوزن اسرع واسرع. هو يا جماعة نفس مكونات كورس الشهرين، هي نفس مكونات كورس 3 شهور، هي نفس مكونات الكورس المكثف وكورس الصحاب. كل القصة في الطريقة انك تاخدي الكورس. زي ما قلت لكم الكورس المكثف هتاخدي كبسولة قبل الفطار وكبسولة قبل الغداء، وده الكورس المحبب الى قلبي، لكن برضو انا ما اقدرش اقول لك تاخديه غير لما المتابعة او الخصائين اللي معانا يقول لك يناسبك او لا. طب يا سارة، الكورس المكثف ده مكون من ايه يا استاذة دينا؟ الكورس المكثف معايا مكون من وان سليم، ايوه علبه واحده، علبة واحده من وان سليم، وعلبتين من الوان فات، تمام، اللي هي العلبه الحمراء دي، اثنين اوكي، وعلبه وان بيرفكت للتثبيت، ايوه، وكريم شد الترهلات، ايوه، الهديه وفيتامين دي الهديه، وكل أوكي. دول عليهم خصم الشحن والمتابعه مجانا، وعليهم خصم 60%. شفتي بقى الكلام الحلو؟ شفت بقى. طب يا ساره، ده انا واختي احنا الاثنين، او انا وصاحبتي، او انا وجارتي عايزين نخس، احنا لاقيين نفسنا فجاه مش قادرين، ده ركبنا بتوجعنا، ده ظهرنا بيوجعنا، فكل ما نروح نكشف الدكتور يقول لك ايه؟ حضرتك محتاجه تقللي في الوزن. ليه بقى حضرتك محتاجه تقللي في الوزن؟ هقول لك يا ست الكل، كل كيلو، ده بقى كلام دكتور مش كلامي انا، بصي ركزي معايا كده، بس اخلص ده كده على جنب. كل كيلو زياده على منطقه البطن بيأثر على فقرات الظهر، واحنا معظمنا يعني ربنا طبعا يكون في عوننا، حصل حمل وحصل ولاده، حصل طبعا بقى الانشغال مع الولاد، قللنا في الرياضه، سهرانه مع البيبي، لقيتي نفسك فجاه بتاكلي بالليل، فالجسم اللي كان قبل الجواز عامل ازاي بقى مختلف بعد الجواز، فجيت خلاص البيبي كبر شويه، بدات اهتم بنفسي، بدات الاقي ان ايه ده في ديفوهات. اولا الديفوهات دي اسمها ختم الجمال، ده ختم ان انت قمر، بس انا عايزه اصلح يا ساره، انا لقيت نفسي رجلي بتوجعني، ظهري بيوجعني، خشونه في المفاصل، ظهري دايما بيوجعني. لو تاخدي بالك واحنا واقفين مثلا سيم بنغسل المواعين، كل ست بيت بعد الفطار بعد الغداء بتغسل المواعين، تلاقي نفسك مش قادره تقفي من الجزء ده، وانا بشاور على جزء لان انا عانيت من ده. طب يا ساره انا هعمل ايه؟ تاخدي كورس. طبعا تاخدي الكورس. طب انا عايزه اطلب الكورس اعمل ايه؟ هتلاقي ارقام موجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. طب يا ساره دلوقتي انت ما قلتيليش انا واختي عايزين ناخد الكورس، نعمل ايه؟ معانا بقى العرض الجبار. سيبك بقى من عرض الصحاب، دي هو صحاب اخوات جيران، انا بالنسبه لي العرض الجبار. ليه بقى عرض جبار؟ لانك بتاخدي اثنين كورس من الكورس المكثف وعليهم خصم 70%. انت ومامتك، انت واختك، انت وصاحبتك، انت وجارتك تستفادي اكتر بالعرض بتاعنا، بدل ما هتاخدي الكورس المكثف 60% هتاخديه 70%. طب يا ساره انا 120 130، خدي الكورس كله لوحدك. هنا بقى انا ثم انا ثم انا. انا يا ساره 120 كيلو، 110 كيلو، 100 كيلو، خدي الكورس كله لوحدك، لان انت لما تخلصي الكورس الاول المكثف هتحتاجي الكورس الثاني، فتبقي ايه حاطه عندك خزين، يعني مش كل حاجه نخزن الاكل والشرب فقط، لا كمان هخزن الكورس عندي في الثلاجه هينفعني اول ما اخلص الكورس ده ادخل على الكورس الثاني على طول. ممكن تقولي لي عرض الصحاب او كورس الصحاب؟ كورس الصحاب معايا ده اكبر خصم معانا بقى في المجموعه كلها بتاعت الكورسات، ده خصم 70%، تمام، ومتابعه طبعا والتوصيل مجانا لحد باب البيت، وبيكون زي ما بنقول كده زي ما انت قلتي بقى دبل من كل حاجه، يعني اثنين كريم شد ترهلات، اثنين فيتامين دي هديه، دول بيجوا مع الكورس، يعني اربعه هديه، اربع هدايا، اوكي، معايا اربعه فت، الفت ده بدل ما بيبقى اثنين بيكون اربعه، تمام، اوكي، والوان سلام برده بيكون اثنين بدل واحد، والوان بيرفكت بيكون اثنين. اكبر خصم واكبر عدد قطع، وكمان خصم زي ما قلت لكم 70%، توصيل مجاني، شحن مجاني، ومتابعه مجانيه. يلا بينا بقى ناخد دلوقتي صور الحالات اللي خست معانا. الناس دي كانت ايه قبل ما تاخد كورس مطبخ البلد يا جماعه؟ يلا بينا نشوف الحالات، حالات جميله جدا بتاعتنا. اول حاله معايا خسر 25 كيلو في 3 شهور، شايفين كان ايه وبقى ايه؟ ايه رايك يا استاذه دي؟ تغيير هايل طبعا، بيفرق في الشكل والنفسيه بشكل كبير. طبعا، ولا كرش ولا تسدي ولا دراعات، ولا حاجه بقت جميله. يلا بينا على الحاله الثانيه. عايزه اقول لكم ان هو شاب، يعني هو ولد صغير، هو تقريبا عنده 15 سنه، خسر 20 كيلو في شهرين. عايزه اقول لكم ان هو تقريبا 15 سنه واخد معانا الكورس، لان احنا قلنا ان الكورس بتاعنا منذ سن البلوغ، وشايفين ما شاء الله كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي، وعايزه اقول لكم ان هو لسه مكمل معانا. يلا بينا على الحاله الثالثه. نوره،
نورة القمر خسرت 18 كيلو في شهرين، شايفين كانت ايه وبقت ايه، ونفسلكوا نفس الاوتفيت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الكورس بتاعنا يعني دمر الدنيا خالص. يلا بينا على الحاله الرابعه، خسر 35 كيلو في 3 شهور. انا سايباك انت بقى، ايه رايك بقى؟ والله الصوره بتتكلم، مش محتاجه رايي، يعني الكورس بيتكلم عن نفسه. تفتكري اخذ كورس ايه؟ ده اخذ كورس مكثف. اخذ الكورس المكثف. حلو ده. يلا بينا يا زين، معانا تليفون ونقول الو. الو يا زين. صباح الخير يا زين، ازيك عامله ايه يا شيف؟ صباح الفل. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ ازيك عامل ايه يا زين؟ الحمد لله تمام. والله العظيم انا جاي، بصي يا شيف هشكرك جدا جدا، لان انا معتز، كنت مكلم حضرتك قبل كده عشان الكورس المكثف انت رشحته لي. من وقت قد ايه؟ انا بلعب سباحه. ايوه جدع. اهلا. اهلا بحضرتك. انا عايز اقول لك خسيت 18 كيلو لحد دلوقتي لسه بكمل. ما شاء الله برافو. في وقت قد ايه يا زين؟ ال 18 كيلو. في وقت قد ايه؟ بالظبط حوالي اقل من شهر. ما شاء الله برافو. ما شاء الله. اقل من شهر. عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا زين؟ انا عندي 17 سنه. انا كنت بلعب سباحه والحمد لله بقيت واخد مركز اول دلوقتي على النادي عندي. برافو عليك ما شاء الله. الكورس ما تعبكش يا زين في السباحه؟ لا. يعني ما تعبش اي حاجه فيك؟ ما شاء الله. ان انا كان مشكلتي ان الكابتن يقول لي لا لازم تفقد وزن. ايوه انا كنت شاطر في تمريني كويس، بس انا برضو وزني كان مصعب عليا، مثلا ان انا اروح 200 رايح جاي او كده في التمرين، فبقيت اخد التمرين 200 رايح 200 جاي، مفيش اقل من دقيقه. ما شاء الله. ولا حاجه. انا فقدت 18 كيلو والحمد لله لسه بكمل. وفي حد مام زميلي في التمرين طلبت من عندكم برضه. ما شاء الله. زين ما حرمناش نفسنا من حاجه يا زين؟ لا خالص. انا الاول كنت مثلا كنت بحب اكل بالليل قوي قوي. فدلوقتي بقيت مثلا اي بدل ما كنت باكل طبق رز بقيت اكل معلقتين ثلاثه واحس بالشبع. زين بقى انت داخل الدراسه ايه احساسك؟ وانت داخل الدراسه كده؟ انا مبسوط جدا. انا الحمد لله انا مامتي كانت بتجيب لي بدون مدرستي مخصوص، عايزه اقول لك. وغير كده كمان بحس ان مامتي خافت عليا بسبب ان نزولي النيل مره واحده دوت، كلمت حد من الفريق الطبي قال لها لا عادي نزول خالص ومعاه فيتامين كمان، فالحمد لله. وكمان بقيت تمريني احسن الحمد لله. برافو يا زين، شرفتنا ونورتنا. وبكمل لسه. شكرا لله. وان شاء الله هثبت كمان معاك. نستناك في الاولمبيات يا زين ان شاء الله. نستناك في الاولمبيات. وكمان انا كنت طالب الكرسي المكثف حضرتك كنت قايله لي عليه. ايوه. وغير كده حضرتك يا شيف معاه تثبيت، لسه هخلص بقى ان شاء الله وثبت. ان شاء الله وانا مستنياك يا زين لما تخلص تثبيت تكلمني. بصوا انا عايزه مكالمات زي زين كده، انا عايزه مكالمات تديني طاقه ايجابيه. والناس يا ساره طب اللي عايزين نخس ونعمل فيهم، احنا مش هنعمل حاجه، هم اللي هيعملوا، هم اللي هيطلبوا الكورس عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيطلبوا الكورس، والكورس هيروح لحد باب البيت مجانا والمتابعه مجانيه. يعني انا صراحه عايزه حالات خس، تدونيش طاقه سلبيه يا جماعه، انا عايز طاقه ايجابيه. طب يا ساره والناس اللي عايزه تخس معاها الارقام ومعاها زي ما انتم شفتوا يا جماعه الحالات ومعاها العروض ومعاها كمان الريفيوهات اللي هتشوفها دلوقتي، يلا بينا نشوف الريفيوهات الجميله الاقرب الى قلبي. يلا بينا على اول ريفيو معايا بيقول دكتور عامله ايه، بجد شكرا قوي على اهتمام حضرتك وعلى مجهودك معايا، انا خسيت في اسبوعين 10 كيلو، بجد مبسوطه قوي، شكرا ليكي جدا والله، وان شاء الله مكملين حبيبتي مبروك وان شاء الله نكمل على خير. الحاله الاولى معانا، اول ريفيو معانا بيقول انه خسر 10 كيلو في اسبوعين. ايوه بقى. يلا بينا على الريفيو الثاني بيقول تمام يا دكتور متشكره جدا ليكي، انا نزلت 3 كيلو في 4 ايام. 3 كيلو في 4 ايام ومتفائله جدا وان شاء الله اكتر، ان شاء الله يا قمر. معانا اخر ريفيو، صباح الفل والياسمين عليكي يا دكتوره ندى، انا وزنت النهارده وبقيت 95 كيلو، كان وزني 115، كده انا خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع. بجد شكرا على مجهودك معايا، ربنا يكرمك. بتقول لك يا استاذه دينا وزنها كان 115 وبقت 95، خسست 20 كيلو في شهرين واسبوع. ايه رايك في الكلام ده؟ ده مفعول الكورس بتاعنا الجبار فعلا. ده نتيجه الكورس معانا بتبقى واضحه وصريحه. وعايزه اقول لك احنا يعني في عندنا حالات وعملاء كتير جدا بيجوا عن طريق صحابهم. ايوه بيشوفوا النتيجه واضحه في الواقع وبيتبسطوا بيها وبيرشحوا لهم المنتج. ناس كتير قوي قوي عندنا بيبقى دايما انا صاحبتي اخذت، انا جارتي خدت، انا زميلي في الشغل قال لي عليه. فعايزه اجرب. وفعلا دي اكتر حالات بتبقى بالنسبه لنا بتفرحنا، اكتر ناس بتفرحنا ان هم بيبقوا شايفين في الواقع وعايزين حابين الموضوع اكتر. فاحنا طبعا علشان نغير من حياتنا لازم ناخد خطوه للتغيير، ولازم نقرر ان احنا عايزين نعيش حياه صحيه ونعيش في شكل احسن وجسم احسن، ونتصل وناخد الكورس بتاعنا على الارقام بتاعتنا ونستفيد بكل الخصومات اللي موجوده عشان نعيش حياه افضل بشكل احسن. نعيش حياه افضل بشكل ايه؟ بشكل احسن.
زي ما قلت لك كده هتعملي لاولادك. ثواني امسكهم في ايدي كده عشان انا فخوره جدا على فكره. لا تكوني فاكره الموضوع بسيط، لا ده انا خليت ولادي بعد ما كنت كل يوم بدفع رقم وقدره عشان بيحبوا ميكس الشوكولاته وبيحبوا ميكس الفانيليا، انا عملتهم لك هنا في مطبخ البلد. ولادي بيشربوا الحاجه، انا حاسه بسم الله ما شاء الله ان هم صحتهم كويسه، بديلهم حاجه فيها فايده وفيها طاقه زي ما بالظبط كده بديلك الكورس، وهو ما شاء الله عارفه انه امن ومصرح من وزاره الصحه. الكورس بتاعنا فعال، الكورس بتاعنا بيخليكي تنزلي في الوزن اللي انت عايزاه بدون اي مشاكل، بجد ما فيش احسن من كده. طيب ايه رايك بتقول لنا سريعا عرضنا؟ عرضنا احنا عندنا عرض الشهرين خصم 40% سوري 30%، معانا الوان فيت ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، اوكي؟ معايا عرض الثلاث شهور بتبقى برضو الوان سليم، بس الوان فيت بيكون منها اثنين، سوري بتكون وان فيت وان سليم وان فيت وواحده وان بيرفكت دي لتثبيت الوزن، ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه ودي عليها خصم 50%. عندي بقى عرض المكثف اللي هو عليه خصم 60% بيكون وان سليم وان فيت وان بيرفكت، ومعايا واحده كمان وان فيت يعني عبوتين وان فيت اللي هي العبوه الحمراء، اوكي؟ ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وكل العروض بتاعتنا بيكون معاها الشحن والتوصيل مجانا ومتابعه مع الفريق الطبي بتاعنا بالكامل في اي وقت عن طريق الواتساب او صفحاتنا على الفيسبوك او ارقام التليفونات. حلو قوي الكلام ده. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل حاجه بسيطه جدا، هشكر استاذه دينا. وهتعملوا ايه بقى؟ يعتبر هنبدا بقى حلقتنا، هنبدا بقى نطبخ ونعمل الصدق الاسكندراني على طريقه الزغلوله. استنونا هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم مع الزغلوله، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني وما رجعتش لوحدي، ورجعت ومعايا الزغلوله اللي جننتنا مشي وخلتنا قلبنا نظام الحلقه. انا اطلع الاول بالتكه، انا ينفع المسافه بس اسكندريه وبتاع. اسكندريه جايه على جمل، صح؟ جايه على جمل على نوكه فعلا منورانا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. الاخبار كله حلو والله. طبعا انتوا عارفين هي الزغلوله، انا خلتني انا اقول لبنتي يا زغلوله، معانا روان عصام. عامله ايه؟ الحمد لله. انت الاخبار؟ اشمعنى صدق؟ الصدق، بصي قلت صدق، ما انا عشان انت هتقولي صدق واحنا عندنا بنقول سجق. لا هو صدق اسكندراني. عشان احنا بقى الصدق بتاعنا بيبقى حرش كده بقى وبالصلصه ومدلع الدنيا يا شيخه. طب انا هقول الحقيقه على فكره لما ادوقه، ما دام انت داخله بالثقه قوي دي ما ينفعش تستري عليا برضه، فريدي باظت مني. اتفضلي يا روان. ايه ده مفيش احمر؟ لا مفيش احمر. كمل الحلقه. احمر اجيب لك عشان الماتشنج. ماتشنج معلش خليها عليكي، عايزه جلوفز احمر يا جماعه. انا تعبت الانتاج معلش. بصوا بقى روان هتعمل لنا سجق اسكندراني، مقاديره سجق، دي مقادير روان. سجق طماطم، مش مسؤوله، سجق طماطم بصل فلفل اخضر ثوم مفروم وصلصه، كمان بهارات بتاعت روان، ملح وخل وفلفل اسود وجوز طيب وقرفه. بصي هو كله جميل لكن جوز الطيب والقرفه. اصبري وقرفه. ما هي هقول لك انا. كنت هقول جوز الطيب والقرفه دي دي تاتش من عندي انا، احب احط التاتش بتاعي. لازم تحطي قرفه على السجق. هتعملي ايه؟ تفه كده تفه، مش هتحسي بيها. يا عطشاية يا الحمد سبين. لله الحمد لله ان الصورة على الاكل مش عليك. هنطلبه. بصوا يا جماعه روان هتعمل لنا السجق الاسكندراني، عايزه اقول لكم ان هي حاطه صلصه وحاطه خل. احنا قلنا احتياطي عشان لو الطماطم مش حمراء ما ظبطتش معايا، فانا ممكن احط معلقه صغيره تحمر الدنيا. عامله حسابك يعني؟ خلي بالك مأمنه نفسي. مأمنه نفسي. ممكن اتفضح. هيسكالي زله. طيب انا معاكي، انا مسخنه لك الوك وزيتك وحاجتك وانا معاكي. عايزه اقول لكم ان روان برافو عليها لابسه تعب قد كده عشان تبقى العمليه منها. كنت انا قلت على فكره ده هقول لهم ده طولي والله. لا لا كنت هغشهم. لا مش هتفضحهم. عايزه اقول لكم بجد استنوا الكواليس بتاعتنا على مطبخ البلد وانا بدوق صدوق اسكندراني بتاع روان. طب ابدأي بقى براحتك. احنا بحط، انا مش بحط زيت. ما بتحطيش زيت اصلا؟ لا لان كده كده اصلا الصدوق بيبقى فيه دهونه. ايوه. فهو بقى ايه؟ شفتي لما تحطي زيت بيعمل حموه. حموه. حموه بيحمي على الايه؟ هو هينزل زيته وحاجته. ده بقالي ولا بلدي؟ بلدي طبعا. لا لحمه ضاني دوني، انا عارف الدوني. بلدي. لو مسترخصين هعرف. لا مش مسترخصين. اتفضلوا، عايزه جلافز اجيب لها منين جلافز احمر عشان تعمل الماتشين؟ هنسيبوه مش هنقلبوه قوي عشان ما يتهراش مننا، بس هو هينزل زيته. قولي وانت شغاله كده تعالي نتكلم شويه وندردش. ماشي ماشي. صدق الاسكندراني. عايز تسحبيني تاخدي مني معلومات؟ ماشي. بص مبدئيا كده، بداتي امتى والفكره جات لك ازاي؟ بقى لي في الميديا 5 سنين. ايوه. وجت معايا بالحظ والله العظيم. يعني كده ده من عند ربنا. باي لك. والله لا الحظ فعلا، كنت بعمل فيديوهات عاديه جدا
ولقيت الموضوع شطح مني. ما كنتش طاعت الكلام ده والله. احنا مش ممكن نوطي الوجه ده؟ مش الوجه مش هنكمل كده. حبيبي بصي والله العظيم بقى انا هعمل معاها وهتشوفوا لايف بقى وانا بعمل فيها ايه عشان بجد تعبت لي اعصاب. بصي بقى الحقيقه ايه حكايه اسم الزغلوله؟ يعني ليه اطلقتي زغلوله؟ انا بنتي النهارده وانا جايه بتقولي خديني معاكي يا ماما عشان انا زغلوله من الزغاليل. يا قلبي انا بنتي تقولي زغلوله من الزغاليل؟ مالها الزغلوله؟ ليه زغلوله؟ بصي هو انا كنت بقول في الاول انت مره واحده قلتها في فيديو انت زغلوله حلوه بندقه يعني قصدي ان هي صغيره. فالناس لما كانت بتشوفني على الحقيقه بتشوفني انا صغيره. فقالوا لي انت اللي عامله القلق على الميديا ده، انت قد كده 150 سم تمام. فقالوا لي ده انت زغلوله. ومن ساعتها بيعايروني والله العظيم. طب علاقتي بزغلوله ايه بالمطبخ؟ هو يا دايما بتفشل على الميديا، كل ما اطلع لايف اقسم بالله تفشل. والله العظيم انا قلقانه من الموضوع ده قوي. شو تخيلك بتحلي على الناس؟ مأمناكي عامله لك نسخه. مأمناكي بتحاولي مش مأمناني خلي بالك. مأمنا يا جماعه استري عليا نسخه. طيب بصي يا ستي خلاص اصلا انا عايزه اعرف بقى برضو السؤال ده برضو. هو ايه اول فيديو ليكي يا روان ما شاء الله حقق الانتشار ده؟ ايه اول يعني انا مثلا اول فيديو كنت قاعده في امان الله ساعه الكورونا وعملت كنت جايه من بره وعملت جمبري. انا نمت صحيت 50,000 صحيت لقيت الفيديو عامل 6 مليون. هو جت معايا كده. انت بتعملي ايه؟ عايزه احط في الطبق الصدق يا شيخه. معلش بقى على طريقه الزغاليل. زغاليل ايه اللي انت بتعمليه؟ بس كده ده كده يطلع بره ده فعلا. خلاص يا جماعه ما نشوف. ماشي هي ادته تشريحه وخدت. هو على فكره بقى ايه اول فيديو ليكي حقق الانتشار ده؟ هما كانوا اول فيديوهين. هما كانوا اول فيديوهين. اول فيديو انا كنت بعمل ميك اب وكنت بعلمهم ازاي يكبروا شفايفهم. ايوه من غير بقى فيلر. كانش لسه الموضوع انتشر قوي بتاع الفيلر والصرف ده. وبعد كده انا حبيت الموضوع. الحلقه حلوه قوي بجد. الله ارتحت لك شيخه. وتاني حاجه تاني فيديو كنت بعمل بجرب كومباكت باودر بتاعت فلورمار. اللي بقى ضرب لدرجه ان فلورمار كلموني. ما ما تقوليش الاسم ما تقفلناش. فكربت كومباكت باودر بتاعت براند ما. براند ما ايوه. مش كنت خمس سنين بتنجي. انا هو همشي معاكي همشي معاكي. بس براند عالمي يعني بكلمك ان انا طبعا معلش. أيوة. فكلموني ولقيت بقى الموضوع فايرل قوي. ايوه وانتشر ومن ساعتها بقى فبقيت اعمل فيديوهات. انا قلت الموضوع جه معايا بايلك فعلا كنت بجرب حاجات فعلا. طب معانا تليفون ناخد سلمى. الو يا الو يا سلمى. ازي حضرتك يا شيف سارة؟ اهلا اهلا الحمد لله. بحب حضرتك جدا وبحب سنتر وان جدا حبيبه قلبي. سنتر وان جدا طنط. قلت لك الله يعني 24 اهلا يا روحي. انا بتفرج على اللايفات بتاعتها كلها وبتاعت حضرتك طبعا يا شيخ. انت عندك كام سنه يا روح؟ انا عندي 13. يا قلبي صغنوطه زغلوله من الزغاليل. زغلوله حرف الزغلوله لسه فرخه شمرت قد كده. يا حبيبه قلبي تسلمي تسلمي. بتفرج على روان النهارده جدا 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 من اجمل الحلقات بجد اقسم بالله. سلام مره يا حبيبه قلبي والله العظيم تسلميني. انا مبسوطه جدا بيكي حبيبتي. تسلمي لي وشرفتينا ونورتينا يا سلمى. شرفتينا ونورتينا. انا عايزه اقول لك ان هم اصلا اللي كتبوا في الكومنت. انا بقول لهم يا جماعه عايزيني اجيب مين؟ لقيت منشن بقى الزغلوله الزغلوله الزغلوله. يا جماعه انا عارفه الزغلوله. انا بتفرج على زغلوله مصيبه سودا. بس الحمد لله. بس لو ما نزلش ليه؟ الساعه واحده انا مش هتكلم. استنونا في اللايف. والله العظيم اعمل ايه والله. لا غصب عن الطريق كان زحمه جدا. طب تعالي بقى عشان السؤال ده الاقرب الى قلبي. السؤال ده بقى بصوا السؤال ده خطير. بما انك بقالك فتره على السوشيال ميديا ربنا عالم احنا هنشوف ايه. ربنا انت ما حدش ياخدني يا جماعه. سوري عربي ولا حاجه. سوري عربي ينقذني. ايه رايك مميزات السوشيال ميديا وعيوبها من وجهه نظرك يا زغلوله؟ مميزات السوشيال ميديا انا بالنسبه لي انا ان انا الحمد لله الحمد لله عملت جمهور الناس بتحبني. دي حاجه كويسه. ايوه لكن عيوبها بقعدوا بقى مع بعض نعمل حلقه للعيوب. طبعا اللود اللي بيبقى عليكي، الضغط اللي بيبقى عليكي، الناس بصالك بمنظر تاني يعني ناس مش عارفه وراها ايه. ايوه بس مفكره ان احنا معانا الرنج بره. يا رب مش الخيمه. الو الو ايوه هي ما قالتش حاجه يا جماعه. يبقى بالدولار. ايه؟ بالدولار؟ طبعا. والله العظيم؟ كنت زهقانه انا. مين دايما كان بيشجعكي بيقف معاكي وتحبي تقولي له ايه؟ مين دايما كان بيشجعني في الميديا ولا عموما؟ عموما في الحياه. حد بيشجعني في الحياه؟ فاهمين؟ مين كان بيشجع روان؟
مين وقف جنب روان؟ مين اكتر حد دعم روان؟ هم ثلاثة. ثلاثة. طب الحمد لله. امي كانت تقولي مفيش حد. لا 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 لا, لا بصراحة هم امي. ايوه. ورندا. رندا صاحبتي. ايوه. ودعاء صاحبتي. ودعاء صاحبتي. بشوفها برضه. اللي بتطلع تاكلوا مع بعض. رندا شاطرة جدا في الطبخ بصراحة. نقول رحمة ايه؟ انت رئيسة التحرير. نقول رحمة شجعتيها في ايه؟ عمالة تقولي قولي رحمة. 200 جنيه. 200 جنيه وبصي هكتبها هنا. احنا كده بدات الدنيا تتظبط. سؤال بقى. بصي ودي حقيقه طبعا. السوشيال ميديا بتغير اكيد بتغير فيكي حاجه. طبعا. غيرت فيكي ايه يا روان؟ غيرت فيا ايه؟ نضجت اكتر وبقيت عندي خلفيه عن الناس اكتر ومعلوماتي يعني بقيت بحس ان نضج اكتر مع الناس، بقيت اعرف اتعامل مع البشر اكتر. اعرف افهم الناس من نظراتهم وموقفهم. لا لا يا جماعه هتقولي وشها كده وبتتكلم الكلمه دي تاني. بقيت اعرف اتعامل مع الناس اكتر. ايوه عارف من بشر اكتر من نظراتهم كده اقطع عليه نظره ثاقبه اجيبه عليه. اجيبه يو هاف مي على طول انت بتاعي ممكن نوطي بالفضاء شويه تتحرق مننا الحق مش شايفه ريما انا حاسه في هواء طالع دخان ما تخافيش وطيت لك النار قلبي انت بس حلو قلبي انت بس عايز انا حاسه بتقلب على السوشي فجاه والله ليه سوشي ليه حلو بصي بقى نفسك تحققي ايه في حياتك يا روان نفسي احقق ايه روان انت واقفه مع شيف ساري اوكي يعني في جميع احوالها الحق دي لعبتك خلي بالك برضه دي لعبتي يا جماعه كانت بوظيني افرضي في دلوقتي واحد حاطط عينه عليا وحماتي بتتفرج حماتك مين وفي معايا افرضي مثلا بصي يا جماعه هو الاكل نفس اطبل تاني اكيد نفس روان اكيد نفس روان اطبل كمان شويه بصي انا لو واقفه دلوقتي وبعمل وينج مثلا الوينج طلع مني غلط اقول لك روان صلحي لي الوينج عشان تعملي ميك اب فظيع الحمد لله ربنا نصرني في حاجه فانا دلوقتي لو في حاجه هلحقك طب انت حاسه ان انا ماشيه صح؟ لا ماشيه صح برافو عليكي هو لازم النار تبقى عاليه عشان الخضار ما ينزلش ميته بس احنا بايه بنعمل ايه؟ زي ما برافو عليكي بتقلبي من الجناب كده حلو وتقلبي في النص كمان فهمتي؟ بس احنا كده داخلين في مرحله خطر فاحنا كملي بقى خلصتي الووك هي اللي بوظت الدنيا انا مش دعوه ووك ايه اللي بوظت الدنيا؟ انت ده براند عالمي كبرت الموضوع والله كانت طيب عايزاكي تقولي نصيحه سريعه للزغاليل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ما كفايه تقليب يا روان كيب جوينج يا بنات ايه حبيبتي كيب جوينج كيب جوينج يا جماعه هتقولي عليها ايه وهي بتتكلم مش عايزه الطاسه تقولي عليها لا جماعه جميل الطاسه مش انا ولا لا لا معلش مفيش اهتمام خلي بالك مش مهتمين بيا كيب جوينج يا بنات حبوني جدا وانا بحبكم جدا نعم بقول لك نصيحه للزغاليل تقول لهم حبوني ايوه عشان انا بنصحهم هم لو حبوني هيمشوا صح والله صدقيني حبوها كلنا مع بعض والله العظيم يعني كيب جوينج وانا مش عايزه ابقى بكرر كلامي كتير بس الكلام ده بقوله لكم دايما حبي نفسك وقدري نفسك واعرفي نفسك كويس جدا واي مشكله اي حاجه خشي لي على الخاص هنطلعوا في الفيديوهات مع بعض وهناخدوا شيف ساره بقى انا حبيتها خلاص اي مشكله خش لها على الخاص وقولي لها مره زمان في بداياتي واحده دخلت كده قالت لي مشكله على الخاص انا اعمل ايه كساره؟ في بداياتي الكلام ده طلعت لايف في مشكلتها فضحتيها لايف عملت لها مشكله اكبر اللايف في امان الله عمل 8 مليون مشاهده وبقى الراجل اللي هي كانت بتقول لي عليه طلع دكتور وشافنا ومراته اللي قالت لي عليها شافتنا هي وقالها وطلع دلوقتي قدام برضه كام مليون مبروك عليك مبروك عليك الحمد بفكرهم بالحاله من 4 سنين حلو ده كملي طيب بصي بقى روان انت دلوقتي مثلا اقول لك ايه بس روان البوتاجاز دلوقتي لو منك اقول ايه يا جماعه اقول ايه خلي بالك انا بروفيشنال ايه بروفيشنال انت لا التقليبه يا جماعه بتاعتها اسمعوا مني بقى لما تبقي بتطبلي لصاحبتك بصوا التقليبه عالميه ده ايه ده؟ ده ايه الريحه الحلوه دي؟ ابني واحد عليه ماسكه خرطوم؟ لو انا عصام عليها ماسكه معلقه بتقلب بيها مش قادره اوصف لكم وبصوا بقى علشان ايه؟ ولا مش لازم ما واضح ده ايه؟ انت طالبه ايه؟ جوز تيم ورشه قرفه دي جوز تيم بص واضح كده انا بحب الرشه دي يا جماعه بصوا يا جماعه بقى واحنا معانا روان كده النهارده هقول لكم ان احنا معانا النهارده الاكسلانس اتكلمت عليه قبل كده وقلت لكم قد ايه هو ما شاء الله عليه هايل جدا لازم يكون معاكي في بيتك منظفات الاكسلانس يعني مثلا معانا هنا صابون سائل يعني دلوقتي اول ما روان دمرت لي الطاسه هعمل ايه يعني روان دمرت الطاسه هعمل ايه هاخد على طول شويه من صابون اكسلانس ده وهغسل بيه الاواني بتاعتي هتبقى زي الفل معانا كمان منظف الارضيات هو مش مجرد منظف يا جماعه هو منظف وملمع ومعطر وريحته عالميه معانا كمان شاور جل ده لازم يبقى في حمامك وعندهم بقى كذا ريحه
يعني مش مجرد ان هم عندهم مثلا ايتم واحد بس، لا عندهم اكتر من ايتم. معانا هنا شاور جيل، بصوا عايزه اقول لكم ان ده تحفه جدا، ده بريحه الخوخ، وعندهم لافندر وورد، وعندهم حاجات كتير قوي، عندهم معقمات، وعندهم كمان بصوا بعيد عن روان معطرات، معطر الخوخ عندهم ريحته حلوه قوي، رايك في الريحه؟ مش عاملينش حاجه. ما قلتليش رايك في البرفيوم بتاعي؟ بقول لك ريحه المعطر، ريحته حلوه قوي. الورد انت ايه رايك في ريحه؟ لا حلو بصراحه بجد، بس انا ريحه السجق بتاعي معلش، ريحه السجق بتاعها مسيطره معلش، لازم اطبل لنفسي. لا انا ما انا بطبل معاكي، ده انا هدوق. قولي رايك، بس انا زيك المنظر بس. انت خلصتي؟ هو بس يتسوى كده خلاص، انا حطيت السجق عشان بقى ينزل بقى الباقي بقى بتاعته كده مع التسبيكه. هم خمس دقائق تعملي سندوتش ايوه، جنب بطاطس محمره بقت حاجه ساقعه أيوة. يا سلام على الدلع يا شيخه، والله العظيم احلى دماغ. طب ايه رايك احط شويه ميه صغيرين ولا مش حابه؟ انا يعني بحبه ان هو يعني انت لما تقفلي عليه البخار البخار بيخلي الحاجه، فانا عشان كنت كان عايزه نار هاديه مش عايزه نار عاليه. أيوة. الميه شويه هي بتعمل الصوص من نفسها. أوه. مش ميه يا جماعه، هي ليها تكنيك، انا بخلي النار عاليه علشان الخضار ما ينزلش، هي عايزه النار هاديه علشان الخضار ينزل هو يعمل الصوص بنفسه. عشان كده. طب احنا خلصنا الاسئله والسكريبت اللي هم كتبوه. انت عايز تقولي حاجه؟ بحبكم يا والله العظيم النهارده كان اليوم جميل، بس والله انبسطت قوي طلعت معاكي. سيبيني وانا قاعده مستنياكي وتخشي تشربي مش عارفه ايه. والله استنوا الكواليس ده، انا مش هسكت لها والله العظيم بجد، انا قلبي وقع. ينفع الكلام ده؟ والله وقد كده، اقسم بالله قد النمله ويعمل عامله قد كده، احترس من كل ما نقترب من الارض. خلي بالك، لا خلي بالك انا لابسه كعب 15 سم. هطلعهم في الكواليس الكعب ده دلوقتي. يا جماعه انت مش الكلام ده، ايوه احنا حبايب. شايله الهم وعمال اقول يا جماعه طب احط لها اي حاجه تقف عليها، انا شايفاها في الفيديو وعارفه ان هي قصيره. كنت لسه عامله فيديو من كام يوم وعماله تنططي وانا شايفاكي قد كده. 150 سنتي. طب ما عايزه ايه اكتر؟ طب حلو ان كلها خلاك يعني اثرت جاذبيه بتاعتك. اه داري على شمالك ايه ده؟ اثرت كنت